كانت الخطط الإسرائيلية التي تم تسريبها مؤخراً هي أن تبدأ وكالات التجسس بمطاردة وقتل قادة حماس في الخارج بعد انتهاء الحرب في غزة. لكن هل بدأت حملة الاغتيالات بالفعل؟ ففي دمشق تم اغتيال القيادي في الحرس الثوري الإيراني رضا موسوي الأسبوع الماضي، ثم في لبنان أخيراً القيادي في حماس والمقرب من حزب الله صالح العروري. لعقود من الزمان كان مجتمع الاستخبارات الإسرائيلي مغرماً بعمليات الاغتيالات السرية والتي تحولت إلى سياسة حكومية. منذ السبعينيات من القرن الماضي اغتال الموساد قادة منظمات فلسطينية في أوروبا وسوريا ولبنان وحتى في دبي، كما الكثير من العلماء النوويين في إيران، فيما ركز جهاز الأمن الداخلي الشباك على عمليات مشابهة في غزة وما زال يفعل ذلك في الضفة الغربية. خلال هذه العقود حاولت إسرائيل عادة إبقاء هذه الجهود سرية، لكن مؤخراً لم يتردد قادة إسرائيل بالكشف عن نواياهم لملاحقة كل المسؤولين عن هجوم 7 أكتوبر الإرهابي، تماماً كما فعلوا مع المسؤولين عن الهجوم الذي أدى إلى مقتل 11 رياضياً إسرائيلياً في أولمبياد ميونخ عام 1972.